صديق بيقول المتواضع تمام، ان شاء الله هترجع اقوى، وحلمي ان اشوفك في برشلونة. لا بشجع ريال مدريد. لا هو ريال مدريد مدريدي زي، لا انا مش مدريدي على فكرة، مدريدي جدا كمان. مدريد انا ما بحبش برشلونة. زمان كانوا، فاكر لما كان ميسي لسه في الاول 2004 2005 2006، كان تنزل يعني ايه، لو ما حضرتش اول 10 دقائق في الماتش تلاقي الماتش خلصان 2-0 بالظبط. و3-0، لا يعني بالظبط. كانت بتبقى مدريد طبعا. كانت بتبقى النتيجة صعبة جدا.